اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. اسمحوا لي النهارده تاريخ مميز جدا بالنسبه لي. النهارده 19 يناير، زي النهارده من سنه بالظبط كانت اول مره اقعد على الكرسي ده وعلى الترابيزه دي او الديسك ده واكون قدامكم في هذا البرنامج. سنه بالظبط عدت على وجودي في صباح الخير يا مصر. تجربه عزيزه جدا على قلبي وسعيد جدا بيها، وكونت عيله مش صداقات ولا زملاء، من اول جمانة لمنة لهدير لعبد الصمد لشاذلي لدينا للندا للمخرج ابراهيم صديقي العزيز باسم البروديوسر معتصم رئيس التحرير ساره فرح هشام، كل الناس اللي موجوده اصبحت عيله قريبه مني جدا جدا. ده على المستوى الشخصي. على المستوى المهني البرنامج سمح لي ان انا اخش بيوت مصرية ما كنتش بخشها قبل كده في شغلي في القنوات السابقة. برنامج ليه تاريخ طويل، وزي ما قلت في اول يوم قدموا قامات من الاعلام في تاريخ مصر. فسنة عدت بحلوها ومرها واحداثها وتفاصيلها، وفخور جدا وسعيد جدا ان انا كنت جزء منها وجزء مستمر ان شاء الله على شاشة التلفزيون المصري العظيم في برنامج عظيم زي صباح الخير يا مصر. فكل سنة وانا طيب، واتمنى اكون السنة دي احسن من السنة اللي فاتت، واكون قدمت لحضراتكم شيء يليق باسم وتاريخ التلفزيون المصري. احنا كمان سعداء بيك يا حسام الحقيقه، وفعلا انت اضافه لاي مكان تكون فيه. ويعني شكرا. انا كمان كان ليا كان حظي حلو ان انا وانت بقينا بنشتغل مع بعض 3 ايام في الاسبوع لمده 3 ساعات، فيعني دي اضافه ليا طبعا. وايضا صباح الخير يا مصر واضافه لينا كلنا. سلامي. وفعلا باكد على فكره ان احنا هنا في صباح الخير يا مصر كلنا عيله مع بعض واسره، وفعلا حتى الروح اللي موجوده أكيد. اعتقد ان هي كمان واصله لحضراتكم. كل سنه وانت طيب يا حسام، وكل سنه وسلامه واحنا طيبين وسنه عظيمه علينا يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. خلينا بقى نروح لمنى. نروح يعني اخبار الجو ايه؟ ازيك يا جمانة؟ ازيك يا حسام؟ صباح اللي احنا طبعا يعني كنا سعداء جدا بوجودك، وانا ببقى سعيده جدا في ان احنا عندنا اسره كبيره في صباح الخير، واسره صغيره اللي هي بتبقى موجوده في الايام. فاعتقد ان احنا سعداء جدا باسرتنا، ربنا يديم الترابط والنعمه اللي موجوده ما بيننا.